هي شركة أسست 2017، وهي شركة متخصصة، شركة خاصة متخصصة بالخدمات الصحية الطبية المتنقلة، مثلا لي كونسلتاسيون ا دوميسيل، الاستشارات المنزلية، النقل الطبي والطبيب الاستشاري. أسسوها طبيبين موريتانيين من 2017، والحمد لله لها ركعات، الحمد لله عامين وشي. وارتئينا في هذا الوقت اللي حارش على الناس كاملة، في زمن هذا أزمة كورونا، عنا نفتحوا الخدمات اللي كانوا خدمات خاصة، عنا نفتحوهم مجانا للعموم. وهناك الحمد لله 10 أيام طرحنا رقم على ذمة الناس كاملة، حتى كامل عند لوكاج مريض يقدر يتلفن في أي وقت، تجيه فرقة طبية والله تجيه سيارة إسعاف حسب حالته. وهم اللي تعاون مع فرقة شرطة النجدة على 117 وسألتهم أحد تلفن عليهم كامل عنده مشكلة صحية، والله شيء يعدوا هنا ونجاوبوا طلبوا. أهمية تراك تكمن في أهمية تراك عن الناس ياسر منها قاع إلى أمرض في الليل ما عنده وسيلة ينتقل بها، وثانيا عن الطب نختار وجهه اللاحق اللي بدا نجي، وخاصة خارج نوعين من الناس هم اللي بجرى لهم هذه الخدمة، هم الناس كبار السن والناس اللي عندهم الأمراض المزمنة، لأنه ذاك لين قد ما لا بدا لهم يجوا للطب خير لا ما يجوا.